طيب عمر، قبل ما اروح طبعا لشيخ احمد، عايزه لو تسمعنا حاجه من الانشاد لاي بقى يعني نموذج من النماذج العظيمه اللي انت ذكرتها لينا. اكيد احنا ممكن نبدا مع الشيخ محمد عمران، فكم لله من لطف خفي. اتفضل. طبعا الله. فكم لله من لطف خفي، فكم لله من لطف خفي، فكم لله من لطف خفي، يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر، ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما، إذا ضاقت بك الأحوال يوما، إذا ضاقت بك الأحوال يوما، فثق بالواحد الفرد علي، تشفع بالنبي فكل عبد يغاث، إذا تشفع بالنبي ولا تجزع إذا ما ناب خطب، ولا تجزع إذا ما ناب خطب، ولا تجزع إذا ما ناب خطب، فكم لله ما شاء الله. الله أكبر. يعني أنا والله فعلا مش قادرة حتى أقطعك عشان أرجع بقى لأحمد، يعني لا ما قدرتش ما شاء الله ما شاء الله.